صابون بلدي بالنيلة الزرقاء، مقشر ممتاز بالنيلة الصحراوية، قناع بالنيلة الصحراوية، قناع أو زيت التين الشوكي مع الديرمارولي ديال الوجه، و لاكريم ديال ديرمين. هادشي كامل البنات غادي نتقاسموا معكم في الروتين اليومي ديالي اللي بالنسبه للوجه الاسبوعي، سمحوا لي روتين اسبوعي البنات. ماشي دائما كنقشر البشره ديالنا، مره في الاسبوع الاقل. السلام عليكم الغزالات ديالي متتبعين القناه ديال لالا رشيدي، مرحبا بكم معايا من جديد. الناس الجدادين مرحبا بكم، ما تنساوش تابوناو معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. والغزالات ديالي اللي دائما متبعيني ودائما على تواصل معايا، شكرا لكم الغزالات ومرحبا بكم. في اليوم غادي نتقاسم معكم الروتين ديالي، كاين ديال الوجه وديال الجسم. الوغ الغزالات ديالي ديال الجسم البنات، كنتقاسم معكم البنات الصابون البلدي بالنيله غزاله البنات، وحتى الريحه ديالته فنه كتحمق. هو هذا الحبيبات ديالي، هذا كنديرو البنات انا كل سيمانه، يعني كل اسبوع 8 ولا 10 ايام كندير قماج للصحه ديالتي. الغزالات ديالي غادي نكملو. المهم الحبيبات ديالي، هذا القماش ديال الصحه اللي مصنوع بالصابون البلدي والنيله، كما قلت لكم الغزالات ديالي كيحيد الاوساخ من الجسم والخلايا الميته، والريحه ديالته رائعه جدا. وحتى العيالات البنات اللي عندهم مثلا تيكون عندهم طبايع في الجسم ديالهم بحال الكلف ولا شي حاجه، راه كيحيد دوك الطبايع الكحل اللي كيكونوا في الجسم. رائعه الحبيبات ديالي، يعني ما نشكروش لكم، راه سولوا عليه. والمغاربه راه كاملين كيديروا الصابون البلدي ومعاه الاعشاب في الحمام. الغزالات ديالي دابا غادي ندوزو للقماش ديال الوجه، مقشره البنات ديال الوجه. هو هذا مقشر بالنيله رائع البنات ومجرب، واللي مجربين راه غادي يعرفوا هاد الغزالات ديالي. والحمد لله في المغرب راه مرخصين، راه كيديروا ما بين رائع البنات ومجرب، واللي مجربين راه غادي يعرفوا هاد الغزالات ديالي. والحمد لله في المغرب راه مرخصين، راه كيديروا ما بين نوك البنات على تقشير ديال الوجه، وعرفتي البنات كيخلي لابور طبا وغزاله. بلا ما نشكروا لكم، راه ممتازه البنات بالنيله الصحراويه، وكيصلح للعنايه بالوجه والجسم، وراه مبيض. كنقول لكم كنعاود نقول لكم النيله مبيضه، كتحيد ليطاش ديال الحبوب الغزالات ديالي وليطاش ديال الكلف واي اثر عندكم في الوجه ديال اللي كتحرقها الشمس، كتكون كتقرا ولا شي حاجه كتحرقها الشمس. المهم الحبيبات ديالي، بعد ما كنقشر الوجه ديالي مباشره الحبيبات ديالي كنغسل وجهي، وكنجي كندير الماسك ديال الطين الاخضر. الماسك رائع يا البنات من الطين الاخضر والنيله الصحراويه الغنيه عن التعريف، غنيه عن التعريف وطبيعيه الحبيبات ديالي، وماء الورد، وحتى الرائحه ديالو فنه. وملي كديروها البنات كيعطيكم واحد النضاره للوجه، وحتى البنات اللي كيعانيو من الحبوب، البنات اللي كيعانيو مساكن من الحبوب راه زوين بزاف، كينشف يعني ملي كديريه كطبقيه على البشره ديال البشره ديالتك كيجبد لك هذوك، جبد لك هذوك الزيوت اللي كتكون في الطبقه ديال البشره. رائع جدا البنات ورخاصين البنات، راه كيديروا ما بين 7 دراهم 8 دراهم على حسب كل منطقه. كنتمنى انكم تستافدوا. المهم الغزالات ديالي، ملي كنطبق هذا القناع هذا على البشره ديالي كنخليه مده ديال 20 دقيقه حتى كينشف، وكنغسل وجهي البنات بالماء. ودابا الغزالات ديالي من بعد ما درت الماسك ديالي وغسلت البشره ديالتي، كتعرفوا بان لاغجيل او الطين كينشف، لان كاينين الناس اللي كتكون عندهم البشره مختلطه. الوغ تنجي تندير قناع او لا ماسك ديال الزيت ديال التين الشوكي، كنعمل به مساج، باش كنهز الحنيكات ديالي الفوق، وكيكون اونتي ريد كنحاول ندلك. وفي نفس الوقت البنات اللي انا دايره الزيت، عندي هذا الدير مارولي هذه اللي كتحيد التجاعيد،
وكتجدد البشره. ها هي البنات كنستخدمها وراني لقيت عليها البنات. انا ما كنستغناش عليها، كنحاول نبقى نستخدمها البنات غير 5 دقائق ولا 3 دقائق ولا 4 دقائق على البشره. كتعمل مساج وكتجدد الخلايا، وغتلاحظوا بانها الغزالات ديالي من بعد ما عملت المساج بدير مارول ديالي هي والزيت ديالت الهنديه اولا الصبار، كنكون ساليت. فكنرش على وجهي ماء الورد وكنمسحو من هذا الزيت صافي، وكندير شي كريم يومي ديال ديالي كما العاده. هذا هو الكريمه البنات اللي غنتقاسم معكم، ديا ديرمين زوين بزاف البنات، كريم ديال النهار كديري تحت من ليكرون ديالك الشمس، كيحيد هذوك الخطوط ديال التجاعيد الرقيقه اللي كتكون في البشره، ومغذي ومرطب. الغزالات ديالي وصلنا للنهايه ديال الروتين اليومي ديالي، كنتمنى انني نعاود نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش لاله رشيدي كتبغيكم كتحماق عليكم، واللي خصها حتى شي حاجه بغيتوني نتقاسمها معكم فما عليكم الا تخليوها لي في التعليقات. الغزالات ديالي قبل ما نودعكم بغيت نتقاسم معكم كذلك الضفيرات اللي كنكون دايره. كما كتشوفوا الغزالات ديالي ها هما قدامكم، انا راني ما كنلصقش الضفار في كاس لانني كندير الشغل في الكوزينه كنطيب راسي وكلشي. الوغ الغزالات ديالي هادو هما الضفيرات، خديتهم البنات ب 40 درهم، وممكن نتوما في المدن ديالكم يقدروا يكونوا ناقصين شويه في الثمن على حسب كل جهه. وفيهم يا البنات تقريبا 20 ضفر، يعني كاينين السامبل. ها نتوما البنات هما هادو الغزالات، وبغيت نقول لكم البنات بني راه فيهم الكولا ديالهم، ما كديري انت لا كولا لا والو، كاينه هنا بمجرد ما كتنزلي الضفر هذا ديال هذا. ها نتوما البنات بمجرد ما كتحطيه كيتفيكسا بوحديتو، ها نتوما كيتفيكسا ما كيتحيدش، كتقدري تحضري فيه في شي حضور ولا شي حاجه شي مناسبه عندك، ملي كترجعي كتحيدوهم البنات. حاولوا غير تقلبوا عليهم، بغيتوني ها نتوما البنات هما هادو صافي. الغزالات ديالي كتستمري في التركيب ديالهم بحال هكا، راه غير كتحطوهم البنات راهم فيكس صافي، تيتفيكساو ما كيتحيدوش. واللي كتبغي تفيكسيهم بزاف راه كتشري الكولا سبيسيال وكتلصقيهم. ها نتوما الغزالات 40 درهم حبيبات ديالي، وراه كيشدو راسهم البنات، راه ماشي صحابتكم كيطيروا ولا شي حاجه. ها نتوما حضري بهم الغزالات ديالي، دوزي بهم القيته ديالتك ومن بعد رجعيهم. بغيت البنات بغيت نقول لكم البنات بني راني استعملتهم يعني بزاف ديال المرات، والكولا ديالتهم مازال هي هي، فقط خاص الضفيرات ديالكم يعني يكونوا نقيين، يكونوا نقيين باش كيشد فيهم هذاك الشيء. وها هما البنات كتحاولوا انكم كتمسحوهم بكلينكس باش كيرجعوا لمعان، وكاينين جميع الانواع، وكاينين حتى الاحجام ديال اليديات اللي كيكون عندهم يدياتهم صغيورين، كلشي كاين. انا قلت لكم البنات خديتهم ب 40 درهم، وانتم ما ربما انهم يكونوا عندكم بقل في المدينه ديالتكم. الغزاله ديالي لاله رشيد ديالك كتبغيكم، كنبغي نتقاسم معكم كلشي. فقط حتى ساليت لا فيديو ديالي في المونتاج قلت علاش لا ما نتقاسمش مع الغزالات ديالي كذلك الضفيرات اللي كنلصق بلا ما يمشيو يتعذبوا في المانيكير لصق حيد. ها انتم البنات اللي كيصليو، البنات اللي كيديروا الشقه، ها هي كتحيد شوفوا الكولا ديالها. ها انتم البنات ها هي غتعاود تلصق، ها انتم شوفوا البنات ها واخا تنطريها ما كتبغيش تنطر. كتحضروا بهم تصوروا بهم تمشيو تاخذوا كافي بهم في الزنقه اللي بغيتوا الغزالات ديالي وتيتفيكسوا بحال هكا، واللي كتبغي تفيكسيهم بزاف. يلا الحبيبات ديالي كنبغيكم كنحماق عليكم.